بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله نبدأ نحل في امتحانات نماذج الامتحانات بتاع المعاصر بهذا الشكل، علشان نتدرب على إزاي نحل ونتعود على الحل بالنظام الامتحانات النظام الجديد. هنبدأ الأول بمحافظة الدقهلية صفحة 73 في نماذج امتحانات المعاصر. هنبدأ بمحافظة الدقهلية، تابع معايا، افتح معايا كتاب المعاصر النماذج الامتحانات صفحة 73. بيقول لي ايه السؤال الاول؟ نبدأ. اذا كانت سين مصفوفة على النظم 2 في 3، يبقى هنا السين 2 في 3، وكانت صاد مصفوفة مربعة، وكانت المصفوفة صاد في سين، يعني ضرب سين سين معرفة، يعني ايه يمكن ضرب المصفوفتين صاد في سين، فهي ايه معرفة، فان المصفوفة صاد في سين تكون على النظم ايه. طيب صاد في سين يعني دي النتيجة، دي النتيجة اللي احنا عايزينها، دي النتيجة اللي احنا عايزينها. فهو بيقول لي هتضرب هنا الصاد، يبقى هنا هضرب هنا الصاد. الصاد هنا بيقول لي مصفوفة مربعة، مصفوفة مربعة نضربها في المصفوفة سين، النتيجة دي هتبقى مع النظم كام؟ مربعة، يبقى لازم لإما 2 في 2 لإما 3 في 3، ده معناه ان عدد الصفوف تساوي عدد الأعمدة. يبقى علشان نضرب مصفوفتين بالشكل اللي قدامنا ده، يبقى لازم عدد هنا ايه الأعمدة يساوي عدد الصفوف، صح؟ يبقى هي فعلا معرفة زي ما هو قال، يبقى النتيجة هتكون ايه؟ العدد الأول مع العدد الأول، يبقى هي على النظم هتطلع 2 في 3، يبقى نختار الإجابة دال، يبقى هي عبارة عن الإجابة دال. السؤال الثاني بيقول لي قطاع دائري مساحته القطاع ده مش عليك في الترم الثاني علشان المنهج ايه من محذوف منه، فمش عليه. السؤال اللي بعده سؤال 3، السؤال 3 بيقول لي اذا كانت النقط عندي نقطة ألف سالب 7 وكاف، والنقطة الثانية ب سالب 3 وسالب 2، والنقطة جيم عبارة عن 5 وهاء، بيقول لي تقع على استقامة واحدة. طيب دي بتاع درس التقسيم، انا شرحته الحصة في الفيديو اللي فات، يبقى دي عندي هنا ألف وعندي هنا نقطة جيم، وبقول لي ب هنا بتقسم القطعة المستقيمة. طالما ب بتقسم القطعة المستقيمة، يبقى ب دي يبقى اذا هنسحبها بره زي ما انا قلت، يبقى انت يا ب يا احداثك سين وصاد هتساوي، سين وصاد هتساوي عبارة عن القانون افكرك بيه، لام 1 ر 1 زائد لام 2 ر 2 على مجموع اللامين. هو عاوز ايه هنا؟ عاوز النسبة اللي تقسم بها، عايز النسبة، بقول لك اوجد النسبة، النسبة التي تقسم بها النقطة باء القطعة المستقيمة الف جي. طيب طالما انا عايز النسبة، يبقى نقول له النقطة باء، النقطة باء اعطاها لي جاهزة اهي، النقطة باء اعطاها لي، يبقى اذا الاحداث الاول منها اللي هو السينات، اللي هو الاحداث السينات، الاحداث السينات هيساوي لام واحد في الاحداث الاول. احنا قلت لك لما تجيلك مسألة زي دي، يبقى البعد البعيد ده لام واحد، والبعد دي لام ايه 2، يبقى عبارة عن لام واحد ضرب السالب 7 زائد لام 2 ضرب الاحداث بتاع جيم في 5 على مجموع اللامين، على مجموع اللامين. دي الدرس الاخراني بتاع الفيديو اللي انا شرحته على تقسيم قطع مستقيم. خلاص نصفها شويه ونضرب طرفين وسطين، يبقى سالب 3 بيساوي سالب 7 لام 1 زائد 5 لام 2 كلا على لام 1 زائد لام 2. هنضرب طرفين كده في وسطين، يبقى هضرب السالب 3 دي في الكومتين اللي تحت دول، يبقى اصبحت بقت سالب 3 لام 1 ناقص 3 لام 2 بتساوي سالب 7 لام 1 زائد 5 لام 2. هنخلي اللام 1 في طرف واللام 2 في طرف. طيب نكتب بالقلم التاني لان دي مش باين. يبقى هنجمع السالب 7 ومع دي، نخلي اللام 1 في طرف واللام 2 في طرف لوحده. طيب هودي السالب 7 دي الجهه هناك، جهه اليمين، هتروح بالموجب، هيبقى اذا عباره عن كام؟ يبقى سالب 3 لام 1 زائد 7 لام 1 يساوي، هاخد هنا 5 لام 2، هجيب السالب 3 دي الجهه الثانيه باشاره مخالفه تيجي ب 3 لام 2.
يعني هيساوي 7 ناقص 3 يدي 4 لام 1 يساوي 8 لام 2. 8 لام 2 احنا قلنا في ما يجيب لي مسألة زي دي على طول، يبقى اذا لام 2 على لام 1 ما رجعش فاضي، يبقى اذا لام 2 على لام 1 يساوي كام؟ 4 على 8 يعني بساوي نص، يعني بساوي نص كده. احنا جبنا له نسب التقسيم ب1 على 2، يعني لام 1 ب2 ولام 2 ب1 كنسبة تقسيم. طيب مبينا نوع التقسيم، واضح ان الاشارة هنا موجب، طالما الاشارة موجب يبقى التقسيم من الداخل، يبقى التقسيم من الداخل. طيب نيجي نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده طول العمود، طول العمود ده برضو مش عليك، طول العمود ده برضو مش عليك ماشي، يمكن تاخده بقى في بداية الترم الجاي ان شاء الله. طيب لان دي في الاجزاء المحذوفة في الهندسة. نيجي نشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول لي اذا كانت المتجه الف 5 و3 والمتجه ب عبارة عن 1 و م، فإن ألف يوازي ب عندما، بيقول لألف يوازي الب. احنا عارفين ان لو في متجهين يوازوا بعض بهذا الشكل يبقى معناه ان ميل الاول يساوي ميل التاني، ميل التاني. طيب الميل هتجيبه ازاي؟ عادي، صادات على سينات، صادات على سينات، يبقى 3 على 5 هنا يساوي ميم على 1، طرفين في وسطين، طرفين في وسطين، اذا يؤدي ان 5 م، 5 م يساوي 3، اقسم على 5، اذا الميم بتساوي 3 على 5، اضرب 2 فوق و2 تحت او بآلة حاسبة تطلع 6، تطلع 6 من 10، تطلع 6 من 10، بقى الاجابة نمرة ج. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي هو رقم كام؟ 5. السؤال 5 دي برمجة خطية مش عليك في الترم الثاني. طيب نشوف بسرعة السؤال 6. السؤال 6 بقول لك اوجد الحل العام زاتا سيتا زائد 1 يساوي ايه؟ يساوي 0. احنا عايزين نجيب الحل العام، الحل العام خلاص نتعامل معاه عادي، نشوف الزاوية زاتا سيتا، هننقل الواحد الجهة التانية بإشارة مخالفة، ما هي الزاوية اللي الزاتا بتاعتها بسالب 1؟ هنجد إن السيتا ب135، ب135، 135 احنا عارفين إن الزاتا هنا الزاتا سالبة في التاني، يبقى هي سالبة في التاني وفي الرابع، سالبة فين؟ في التاني وفي الرابع، يعني ممكن تكون الزاوية هي هنا الزاتا 45 بواحد، يعني الزاوية الموجبة بتاعتها بواحد، يبقى اطرح هنا 45، يبقى اذا اول زاوية هتديك 135، وممكن كمان ان هي هتكون 360 ناقص 45، يعني هتطلع معاك 315، يبقى اذا سيتا هنا لا اما ب135 لا اما بكام؟ هنخليها 6 1، وهنا 6 2 هتساوي 315، 315. طيب اذا سيتا دي هتساوي زي ما انا قلت لك، بتقول 135 حولها لنظام دائري، اضرب في باي واقسم على 180 وتزود، ما احنا عاوزين حل عام، تزود نون باي بس، مفيش فيها اتنين عشان تزود زاتا ما بزودش دورتها بباي بس، وهنا برضو 6 2 هتساوي 315 ضرب باي كلا على 180 زائد نون باي، زائد نون باي، هتختصر دي كده وتطلعها وتصفيها. اذا الحل العام بهذا الشكل، وتحط هنا 6 1 وهنا 6 2. تمام. طيب نيجي نشوف السؤال اللي بعده. السؤال 7 بيقول لي مساحة السداسي المنتظم، طبعا دي كان قانون واخدينه في المساحات، طبعا تبع المساحات برضو مش عليك في الهندسة. السؤال 8 بيقول لي اذا كان المتجهين، يبقى احنا الوقت في جيم 8، بيقول لي اذا كان المتجهين الف عبارة عن ايه؟ عبارة عن كاف و3، والمتجه ب عبارة عن ايه؟ عبارة عن 12 وكاف، دول متوازيين. لو انا عندي هم متوازيين خلاص زي المسألة المكررة اللي فاتت، يبقى اذا بما ان الف متجه الف يوازي المتجه باء في الحالة دي، يبقى اذا الميل هنا برضو يساوي الميل هنا. طيب الميل عبارة عن ايه؟
الميل عبارة عن 3 على كاف صاد على سي هيساوي كاف على 12 طرفين في وسطين. اذا الكاف تربيع، كاف تربيع يساوي 3 في 12 ب 36. خد الجذر التربيع للطرفين، الاس موجب خلي بالك يبقى موجب وسالب ايه 6، يبقى موجب وسالب 6. يبقى هنا الاجابة نختار الاجابة نمرة د. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان السؤال 9، انا الوقت في السؤال 9. بيقول لي اذا كانت الف مد، عطينا المصفوفة الف مد، مصفوفة الف مد 2 سالب 4، 4 وايه و3. برهن ان مربع المصفوفة ده مربع ولا مكعب؟ مربع. ألف تربيع ناقص 5 ألف زائد 22 آي يساوي مصفوفة الصفرية. المصفوفة إيه؟ الصفرية. طيب إحنا عايزين دي ونسبة له دي. طيب مع ألف مادة أنا مش عايزها هنا في المطلوب، أنا عايز إيه؟ عايز ألف. يبقى ده يبقى أنا عارف إن ألف هي عبارة عن ألف مد، أدورها كمان مرة. يبقى ما ادورها كمان مرة يعني إيه؟ بكتب الصف عمود، يبقى تبقى 2 سالب 4 و4 وايه و3. كتبت الصف ده كده كتبته عمود، كتبت الصف ده عمود كده. انا جبت الف، يبقى المطلوب مني الف تربيع. يبقى اقول له الف تربيع ناقص 5 الف زائد 22 اي يساوي ما يجيب لك اثبت ان الطرفين يساوي بعض، يبدا بطرف ووصل للطرف الثاني. الف تربيع ما فيش تربيع، ما فيش تربيع وتربع مصفوفات، لازم تحطهم جنب بعض. ادي المصفوفتين، يبقى هنا 2 4 وايه سالب 4 و3 ضرب نفسها، يعني 2 4 سالب 4 ايه 3 ناقص 5 في المصفوفه هي برضو 2 4 سالب 4 ايه 3 ماشي، زائد 22، يبقى زائد 22 في مصفوفة الوحدة 1 1 0 0. دي ماشي، عاوزين نختصر دي تشوف هتطلع بكام. يبقى احنا هنضرب كده، بنضرب ازاي؟ بنضرب الصف في ايه؟ في العمود. بنضرب الصف في العمود، نوسع كده دي شوية عشان نعرف نحسب فيها. يبقى هنا 2 في 2 ب 4 سالب 16، يبقى تقول لي كده 4 سالب 16 اهي، 4 سالب 16. بعد كده 2 كده ب 8، 2 في 4 ب 8، قول 8 زائد 12 زائد ايه 3 في 4 ب 12. بعد كده سالب 4 في 2 بسالب 8 سالب 8 ايه، وبعدين 3 في سالب 4 بسالب برضو 12. طيب نضرب دي في الاخير، سالب 4 في 4 بسالب 16، 3 في 3 ب 9 ماشي. طيب ناقص نضرب الخمسة في العناصر اللي جوه تبقى 10، سيب السالب عادي مش مشكلة. الاربعة في خمسة بعشرين سالب 20، سالب 20 الاربعة في سالب خمسة ايه بسالب 20، والتلاتة في خمسة بكام؟ ب15 زائد 22، 22 صفر صفر. تعالى نشوف ده يطلع يساوي كام. يساوي هنا مصفوفة دي نصفها شوية، 4 سالب 16 يعني سالب 12، ثم هنا 20، ثم هنا سالب 20، ثم 9 من 16 يبقى كده ايه 7 بس بالسالب. ناقص عادي 10 20 سالب 20 15 زائد 22 0 0 22. عايزين نشوف ده هيصفرهم ولا لا. طب ده هيساوي هنا كده سالب 12، سالب 12 وكمان سالب 10، يبقى سالب 22 موجب 22 يبقى 0. 20 ناقص 20 0 و0 يبقى 0. سالب 20 ناقص 20 يبقى دي راحت مع دي يبقى 0. هنا سالب 7 وسالب 15 يبقى سالب 22 وموجب 22 يبقى صفر، يبقى فعلا بتساوي مصفوفة الصفرية كده، بتساوي المصفوفة ايه الصفرية. طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي 10 المستقيم سين على 4 او يعني الوقت في جيم 10، في جيم 10 سين على 4 زائد صاد على 7 بيساوي ايه 1، يصنع مع محوري الاحداثيات مثلث قائم.
طيب انا عارف لما يكون في مسألة زي دي بالظبط كده، يبقى اذا في المقامات اللي موجودة تحت السين وتحت الصاد بشرط اساس ان دي واحد، يبقى دي الاجزاء المقطوعة من محور السين وده الجزء المقطوع من محور ايه الصدى. يبقى اذا هنا دي بيقطع عند الاربعة اهو ماشي، وبيقطع الصادات عند السبعة فوق. يبقى اذا قالك بيصنع مثلث بهذا الشكل، قالك بيصنع مثلث يصنع مع محورين الاحداثات مثلث قائم. طبعا هو قائم، عايزين نجيب ايه مساحته، مساحة المثلث، مساحة المثلث بيساوي نص القاعدة في الارتفاع، يعني بيساوي نص ضرب اربعة ضرب سبعة، على اتنين في الواحد اتنين في الاتنين، الاتنين في سبعة بكام؟ باربعتاشر. الاتنين في سبعة باربعتاشر. يبقى هنختار الاجابة جيم. طيب نيجي نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان المستقيم جيم جيم أو جيم سين زائد ب صاد زائد الألف ده بيساوي صفر يوازي محور الصدى. خلي بالك إن أي خط مستقيم أهو بيوازي محور الصادات بعد بهذا الشكل، ده محور الصادات هو بيوازي، يعني كأنه هنا مشى كام، المسافة دي كام، يعني إحنا لازم تقول سين تساوي، يبقى دي سين تساوي، يعني المفروض ما يبقاش فيها صاد، المفروض ما يبقاش فيها صاد، يعني لازم ده تنعدم. فبقول لي ايه، اختار الالف فان من اللي بصفر، الجيم دي اللي بصفر ولا الب ولا الالف؟ لا احنا نقول له لا ما يكونش فيها ايه، ما يكونش فيها صاد، يبقى اذا ب هي اللي بتنعدم. طيب نشوف السؤال 12، اوجد معادلة المستقيم المر بنقطة ويكون عمودي على دي. معادلة المستقيم المر بالنقطة دي وعمودي على دي هي يعني في درس المحذوف، بس هي ايه، هي مش صعبة يعني ولا حاجة، هي انت على أساس ان انت ممكن تحلها من تلت اعدادي اصلا، يعني انت ممكن تحلها من معلوماتك في تلت اعدادي، ممكن تحلها من معلوماتك في تلت اعدادي. اوريك السؤال، انا في السؤال كام، انا في جيم 12، انا في جيم 12 بيقول لك اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة، ادي عندي هنا نقطة عبارة عن نقطة عبارة عن سالب 2 وصفر، عايزين معادلة المستقيم المر بهذه النقطة ويكون عمودي على المستقيم، عمودي على مستقيم تاني عطيلي معادلته ص تساوي س ناقص 8. تمام. طيب هو عمودي، عشان اجيب معادلة المستقيم يبقى انا محتاج الميل، محتاج الميل. طب هو بيقول لي ان معادلة المستقيم اللي انت عايزه هو عمودي على مستقيم، يبقى احنا اذا نجيب الميل، يبقى نقول له ميل المستقيم المعطى اللي انت عطوه لي المعادلة بتاعته بتقول صاد بتساوي سين ناقص 8. احنا واخدين من ثالث اعدادي، تقدر تجيب الميل هنا ومعامل سين، يعني اذا الميل هيساوي واحد، الميل بيساوي واحد. طيب احنا عايزين ده عمودي، يبقى اذا ميل العمودي عليه، ميل العمودي شقلب وغير اشارة، يعني سالب واحد، سالب واحد. خلاص اذا معادلة المستقيم ممكن النقطة دي ممكن تحلها زي تلت اعدادي، انت كنت بتقول صاد بتساوي ميم سين زائد الجيم، ممكن كنت بتحلها كده. طيب الميل اهو يعني بساوي سالب سين، سالب سين عوضت عن الميل زائد الجيم. طب انت محتاج نقطة، النقطة هو عطاها لك جاهزة اهي، يعني عوض عن الصاد بصفر يساوي سالب اتنين في سالب سين، يعني موجب اتنين زائد الجيم، ودي الجيم ودي الاتنين هناك الجهة التانية، اذا الجيم بتساوي سالب اتنين. اذا معادلة المستقيم المطلوبة، معادلة المستقيم هي عبارة عن احنا قلنا صاد بتساوي ميم سين زائد الجيم، الميم جبناها بسالب واحد يبقى سالب سين ناقص اتنين، يبقى هي دي معادلة المستقيم الايه المطلوبة. تمام، معادلة المستقيم المطلوبة. طيب نيجي نشوف في الشكل المقابل، عطيلي رسمة اهي، عطيلي رسمة بهذا الشكل. بيقول لي في السؤال 13، في السؤال 13 بيقول لك عاوزين زاوية جيم كام. طيب لما انت عطيلي مثلث قائم ودي سبعة ودي خمسة، يبقى عاوزين نجيب جيم، هنجيب ايه زا الزاوية ماشي، يبقى بس انت عايز جيم على طول، فتقول لي ان جيم بتساوي زا سالب واحد لخمسة على سبعة، عملها بآلة حزب، زا سالب واحد
خمسة على سبعة. الظا بتساوي مقابل على مجاور. مقابل على ايه؟ مجاور. يعني الظا بخمسة على سبعة. فانت عايز بقى عايز الزاوية تعمل ظا أس سالب واحد لخمسة على سبعة، الرقم اللي يطلع يبقى هو تقريبا يطلع 36 بآلة حاسبة. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي كل المتجهات الآتية هي متجهات وحدة ما عدا. متجهات وحدة، متجه وحدة، يبقى احنا عاوزين نجيب المعيار بتاعه، معيار اي متجه، خلي بالك معيار كلهم ما عدا. تعال نجيب معيار الاولاني. معنى معيار عشان تعرف معيار، لو انا سميته الف يبقى عبارة عن الجذر التربيعي مربع المركبة الاولى الرقم الاولاني، يعني ربعه زائد ده تربيع يساوي ايه؟ واحد. يساوي واحد يعني ده صح. ما احنا بقول لك كلهم متجهات وحدة يعني معياره بواحد ما عدا واحدة بس هي اللي خطأ، يبقى الاولاني ما نختارهاش. تعال ناخد الثاني، الجذر التربيعي مربع دي صفر مربع السالب واحد واحد يعني برضو بساوي واحد، هي صح يبقى ما ينفعش نختارها، هي ما ينفعش نختار، عاوزين نختار الغلط. طيب ناخد نمرة جيم. نمرة جيم بيقول لي الجذر التربيعي لواحد تربيع زائد واحد تربيع يعني بجذر اتنين لا يساوي الواحد، لا يساوي الواحد، يبقى هي دي اللي نختارها. بقول لك كله بيساوي الواحد ما عدا نقطة، يبقى إذن الإجابة نمرة إيه؟ جيم. طيب تعال نشوف، تعال نشوف المسألة 15. المسألة 15 جايب لي بقول لك ألف به جيم دال شكل رباعي فيه دي طبعا اللي هي العمليات على المتجهات. تعال نشوف هنحلها إزاي العمليات على المتجهات دي. أنا كنت شارحها في الفيديو الأولاني أو هنعمل هنا شكل رباعي بأي أي شكل، مش شرط منتظم. أدا ألف ب ج د، أدا شكل رباعي. هو قايل لي إيه؟ قايل لي إن اتنين ب ج بيساوي خمسة ألف د. خلي بالك دي هنحتاجها في الحل. طيب جي قال لي إيه بقى؟ بيقول لك اثبت أن، اثبت أن اتنين من ألف ج زائد اتنين من ب د هيساوي سبعة من ألف دال. طيب تعالى بقى عشان نحل دي، احنا عايزين اي مثلث فيه ألف جيم يبقى نوصل، يبقى احنا هنوصل خلينا عشان الكاميرا، يبقى اذن هنا كده نوصل ده كده واسمه ألف جيم، يبقى نعمل ده كده، يبقى نعمل المتجه ألف جيم وعايزين به دال، يبقى ايه؟ نوصل برضو المتجه به دال، نوصل المتجه به دال بهذا الشكل. طب خلاص نشوف مثلث فيه ألف جيم، يبقى هناخد المثلث اللي تحت ده، هناخد المثلث ده. طبعا ده كده الاتجاهات مهمة، انت زي ما انت ايه تحطها، بس يستحسن اعمل بالشكل اللي انا عملته ده. يبقى اذا عشان يبقى ألف ب زائد ب جيم يدي ده اللي بيقفل المثلث. احنا قلنا قاعدة المثلث ان مجموع ضلعين بهذا الشكل متجهين يساوي ده اللي بيقفل، يبقى بساوي، يبقى نقول له في المثلث ألف باء جيم فيه ألف جيم بيساوي ألف ب زائد ب جيم. طب أنا عاوز كم من ألف جيم؟ باتنين، يبقى نضرب المعادلة كلها في اتنين، يبقى اتنين ألف جيم يساوي اتنين ألف باء زائد اتنين ب جيم، يعمل دي المعادلة رقم واحد. بالمثل تعال نشوف مثلث فيه ب د. تعال ناخد المثلث اللي فوق ده، تعال ناخد المثلث اللي فوق ده المره دي ألف ب د، يبقى نقول له في المثلث ألف ب د، في المثلث ألف ب د فيه احنا عاوزين نجيب ب د، يبقى ب د في طرف لوحدها، ب د بتساوي ايه؟ ب د ده بيقفل، خلاها دي اللي بيقفل، يبقى هيساوي ده زائد ده يساوي ده زائد ده، وده اللي بيقفل، يبقى هيساوي ب ألف بيساوي ب ألف، خلي بالك اتجاه ده زائد ده اهو، ويبقى دي اللي بيقفل المثلث، بيساوي ب ألف زائد ألف ايه د. طب انا برضو عايزين هنا ايه؟ اتنين ب د، يبقى نضرب المعادلة دي كلها في اتنين، يبقى اتنين ب د يساوي اتنين ب ألف زائد اتنين ألف د. تمام. طيب تعالى بقى نعمل دي المعادلة اتنين بالجمع، يبقى الطرف الايمن هيدي لي الطرف الايمن من اللي انا عايزه، يبقى اتنين ألف جيم زائد اتنين ب د هيساوي اتنين ألف باء، وهنا ايه؟ وهنا اتنين ب ألف، واضح ان هما ايه؟ واضح ان هما زي بعض،
بس طبعا واحد ده ألف باء بيساوي سالب به ألف، فطبعا هيروحهم مع بعض، هيروحهم مع بعض، يتبقى لي إيه فوق؟ يتبقى لي اتنين به جيم زائد، يتبقى لي اتنين به جيم اتنينات، اتنينات زائد اتنين ألف دال زائد اتنين إيه؟ ألف دال زائد اتنين ألف دال. طيب هو كان عطيلي هنا معلومة ان كل اتنين في الاول في المعطى، ان كل اتنين من به جيم بخمسة الف دال، عطاني اهي. يبقى هنقدر نشيل اتنين به جيم ونحط مكانها خمسة الف دال زائد اتنين الف دال، يعني النتيجة تدي سبعة الف دال، وده المطلوب ايه؟ اثباته. وده المطلوب اثباته. ماشي، تعالى ناخد السؤال اللي بعده. بيقول لي في السؤال 16 عاوزين مجموعة حل هذا المحدد، مجموعة حل هذا المحدد. طيب احنا شايفين المحدد على الصورة الايه؟ المثلثية. محدد على الصورة المثلثية، يبقى اذا قيمته بتساوي حاصل ضرب القطر الرئيسي، القطر الرئيسي يعني بتساوي حاصل ضرب الثلاثة دول في بعض، بتساوي حاصل ضرب الثلاثة دول في بعض. يعني ايه؟ يعني سين ضرب ثلاثة ضرب اتنين سين، هو قايل لي الكلام ده بستة. طيب يبقى ستة سين تربيع يساوي ستة، اقسم على الستة في الطرفين يبقى السين تربيع بتساوي واحد، خد الجذر للطرفين، يبقى اذا السين بتساوي موجب وسالب. لازم تقول موجب وسالب لما تلاقي الاس زوج. تبقى الاجابة هنا كام؟ يبقى الاجابة نمرة ج. تعال نشوف السؤال اللي بعده 17. طول العمود ده مش عليك في الترمدة عشان متابع المحذوف. اوجد القيمة العظمى، السؤال 18، اوجد القيمة العظمى برضو مش عليك، تبع البرمجة الخطية محذوفة، الوحدة التانية جبر. طيب تعال نشوف في المثلث، في المثلث السؤال 19، السؤال 19 بيقول لي في المثلث ألف ب ج، يبقى انا عندي هنا كده مثلث اهو اسمه ألف ب ج، مثلث اسمه ألف ب ج، عطيني ايه؟ احنا في السؤال 19 ده ج 19، بيقول لي في المثلث ألف ب ج يكون ألف باء، ألف باء و ج باء وألف ج وألف ج. نعمل الاتجاهات الأول وبعد كده نشوف هو عايز ايه. تمام، هو عايز الاتجاهات بهذا الشكل. طيب نقول له ان ألف باء ناقص ج باء زائد ألف ج زائد ايه؟ ألف ج. طيب دي نحلها ازاي من العمليات على المتجهات؟ طيب احنا قلنا ايه لو احنا بنجمع، لو احنا بنجمع، طب ما انا اخلف دي، حتى تعالى نشوف نخلف دي، تعالى نخلف دي، فج ب سالب ج ب هي هتساوي موجب، بدل دول تبقى ب ب ايه؟ ب ب ايه؟ ج. انا قلت عشان تبدل القطعه يبقى ج ب هتساوي سالب ب ج، يبقى اصبح دي سالب وبدلت هنا الرمزين، سالب في سالب اتقلبت موجب وبدلت الرمزين، وهنا زائد مين؟ ألف باء زائد ألف ج. طيب بهذا الشكل ده ألف باء، بص كده ألف باء زائد باء ج، لما ناخد دول مع بعض نقول لك في العمليات على المتجهات إذا كانت النهاية زائد النهاية وهنا زائد البداية يبقى النتيجة هي على طول، يبقى بدي ألف إيه؟ ألف ج زائد كمان ألف ج، ألف ج وألف ج يبقى هيدي اتنين من ألف ج، اتنين من الألف ج. تمام، مسألة حلوة كويسة ما فيش فيها حاجة. يبقى الإجابة نمرة ج في السؤال 19. هي عندي هنا متجه اتجاه السؤال 20، متجه الاتجاه برضو ده من الجزء المحذوف. أوجد قياس الزاوية السؤال 21، أوجد قياس الزاوية الحادة برضو من الجزء الايه؟ المحذوف. طيب تعالى بقى ايه نشوف السؤال، السؤال نمرة 22، السؤال نمرة 22، السؤال نمرة 22 بيقول لك المصفوفة اللي هي س زائد 3 و2 وصفر وس ناقص 3 دي ليس لها معكوس ضرب عند السين بكام؟ ليس لها معكوس ضربي. طالما ليس لها معكوس ضربي يعني لو انا جبت المحدد بتاعها النتيجة هتطلع بايه؟ بصفر، يبقى ما لهاش معكوس ضرب.
فهو بيقول لي ليس لها معكوس ضرب عند السين بكام. يبقى نفترض ان هي قيمه المحدد بصفر ونشوف ونشوف السين بكام. طيب نفك المحدد دي ازاي؟ حاصل ضرب دول ناقص دول، قطر الرئيسي ناقص ده، يبقى اذا عباره عن سين زائد 3 ضرب سين ناقص 3 ناقص 2 يساوي، انت هنساويها بالصفر عشان نطلع قيمه السين. ديكو عددين مترافقين، يبقى مربع الاول ناقص مربع الثاني ماشي ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ماشي دي 2 ده سين زائد 3 في سين دي ناقص ده، ناقص ده يعني صفر، ناقص سالب صفر في 2 بصفر. تمام، يبقى اصبح دي كوسين مترافقين يساوي صفر، كوسين مترافقين يساوي صفر. في الحالة دي يبقى السين تربيع بتساوي 9، يعني السين هتساوي موجب وسالب كام برضو؟ 3. يبقى الإجابة نمرة باء، يبقى الإجابة هنا نختار نمرة باء. طيب نشوف السؤال 23. السؤال 23 جايب لي ايه؟ جايب لي السؤال 23 جايب لي المعيار كاف، معيار كاف في 3 و4 معيار يساوي 1. طيب دي فإن الكاف بكام؟ تعال نشوف عشان نجيبها. يبقى طالما في معيار والكاف ده بهذا الشكل، تعال نوزع. يبقى عبارة عن معيار الكاف في معيار النقطة المتجه ده، يعتبر برضو متجه، هو بيقول لي إن الكلام ده بواحد، فعاوزين نجيب الكاف. طب معيار الكاف يعني عدد موجب يعني كاف، في معيار أي نقطة عبارة عن الجذر التربيعي، جذر التربيع مربع المركبة الأولى زائد مربع المركبة الثانية، 9 زائد 16، هو بيقول لي الكلام ده بكام؟ بواحد. يبقى إذا كاف ضرب جذر 9 و16 يعني كام؟ يعني 25. 9 و16 25، جذرها 5 يساوي 1. يبقى الكاف بتساوي 1 على كام؟ 1 على كام؟ على 5. 1 على 5. بس في هنا حاجة، لما تبقى هنا في معيار يبقى محتمل زي الجذر التربيعي، يبقى محتمل زي الجذر التربيعي برضه، محتمل زي الجذر التربيعي برضه، محتمل هنا. فالحالة دي تقول موجب وسالب، موجب وسالب. يبقى إذا الإجابة كاف هتساوي موجب وسالب 5، لأن المعيار بيشيل الإشارة زي القيمة المطلقة كده، ممكن تكون موجب وممكن تكون برضه سالب. طيب نشوف السؤال اللي بعده. يبقى دي قلنا موجب وسالب، يبقى إجابة جيم، إجابة جيم. وتر في دائرة يقابل زاوية، أوجد مساحة القطعة، مساحة القطعة مش عليك برضو، مش عليك برضو في الترم ده، محذوفة. قياس الزاوية برضو السؤال 25 برضو محذوف. طيب تعال نشوف السؤال 26 بيقول لي 3 زا زا في زاد زا، طبعا هم مقلوبهم ببعض، دي مقلوب دي، والجا مقلوبها ايه؟ مقلوبها قتا، والجتا مقلوبها قاه، يعني معنى كده 3 في 1 زائد 2 في 1 زائد 1 يعني يساوي 3 زائد 2 زائد 1 يعني تطلع الإجابة كام؟ 6، يعني تطلع الإجابة ايه؟ 6. طيب تعال نشوف. بيقول لي إذا كانت سين مصفوفة بحيث محققة الخاصية دي، محققة دي، فإن السين بكام؟ نقول له طيب السين في الحالة دي احنا عاوزين نجيب السين. طيب هنحلها، مش هنحلها بمعكوس ولا حاجة، هنحلها عادي. المصفوفة سين دي تعالى نفرضها ألف وباء، تعالى نفرضها ألف وباء في اتنين، في اتنين دي برضو اتنين وايه وخمسة يساوي 3 و5. خلي بالك ان دي النتيجة، دي النتيجة، تعالى نضرب دول ونساوي بقى عادي. فهو عاوز المصفوفة نطلع القيمة سين والقيمة صح، والقيمة ألف وباء، عاوزين نجيب قيمة ألف وباء، قيمة ألف وباء. طب هنضرب ازاي؟ دي ضرب عادة، هنضرب صف في عمود، نضرب ده الصف ده في العمود ده، الصف ده في العمود ده، يعني هتساوي ايه؟ دي عبارة عن كام؟ دي عبارة عن 2 في صفين، 2 في 1، ودي برضو عبارة عن كام؟ ودي عبارة عن 2 في 1، 2 في 1. فإن سين طبعا ما فيش قدامها غير الآي، كده ما فيش غير الآي، ما فيش غير الآي. على فكرة دي 2، طيب دي 2، دي 2. طيب هي عموما لو زي ما تقول
مصفوفة في في مصفوفة تانية 2 و5، ادتنا نفس المصفوفة 2 و5، يبقى هي دي ما أثرتش، يبقى إذن المصفوفة س هتساوي الأي. الأي يعني إيه؟ اللي هي الواحد، مصفوفة اللي هي 1 و1. طيب تعال نشوف البعد بين المستقيمين. البعد بين المستقيمين دي عادي موجودة، سؤال يعني موجود حتى في الإعدادي، ما هوش سؤال جديد يعني ولا حاجة. لو أنت عاوز تجيبها البعد بين المستقيمين دي كان في الدرس الأخير، بس ممكن هنحلها عادي. حتى لو أنت جيت قمت راسم أدي أهي كده س بتساوي 2، هو بيقول لي س زائد 2 يساوي 0، انقل الاتنين أنت الجهة التانية بإشارة مخالفة يبقى سالب 2. طيب وهناك كمان الثاني بيقول لي س بتساوي ايه، انقل السالب دي الجهه الثانيه باشاره مخالفه يبقى س ب2. مثلهم على خط الاعداد، س بسالب 2 اهو، دي معادله الخط المستقيم، س بسالب 2 وهنا س ب2. يبقى هو بيقول لك البعد العمودي، طبعا البعد العمودي هي المنطقه دي، البعد العمودي هي المنطقه دي. طيب هنا كام؟ 2 وهنا 2، يبقى هما كام؟ طولهم كام؟ يساوي 4. يبقى البعد العمود 4، يبقى الإجابة نمرة ايه؟ د. بكده أبناء الطلبة والطلبات يكون حلينا اختبار محافظة الدقهلية، وطبعا استثنينا الأسئلة المحذوفة ومش مكررة عليك في المنهج. شكرا لكم، ما تنساش إذا كنت بتشوف الفيديو لأول مرة اعمل لايك وشير، واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك في القناة. شكرا لكم، وكان معكم صالح عبد العال.